انتهيت المدرسة وقمت اشتغلت في الحي القومية للكهرباء كده. اتزوجت عندي 5 أطفال وعندي جد توفى وجيت اتزوجت مع واحد اسمه جرماليني محمود. والله عندي 5 الرجل الثاني زيد اتزوجت ده لسه ما ولي تمام. والله بزنس اسمه انا طبعا اتربيت عتيق بزنس ده بدات بدري يعني قبل ما انا كنت بدات زمان انا احنا كنا بنعمل فمشمس وبعد الفول عملنا الدعمية مريت يعني بكثير من البزنس حتى ما عملت خمر مريسة كان كنا بنعمل مريسة بعد مريسة كنت فكرت وبعد ما خلاص وليت عندي أطفال فكرت إنه يعني مريسة طبعا بعض مرات واحد لما يعمل مريسة ما بيشتروها طوالي جيت فكرت في 92 فكرت إنه أعمل عشاء بسيط كده في الباب جنب البيت عشان لانه عشا ده حتى لو كان اكل ده فضل هي اللي حيقدر ياكل الاكل ده ولو كان باعوا البروز ممكن زول يشتروه اكل يعني من الصغيره لانه وقت ده زول بيحتاج يشتري له حاجات بتاع مدرسه هو عشان زول يوصل له تعليم. فتحت الامر اول كان في اتحاد النساء لانه بيتي طوال مقابل اتحاد النساء يا فتحت الشغل ده هناك بس عشان بسيط كده بدأت أزرع حاجة بسيط يعني يمكن تقريبا جنيه قلت أجرب عملت ربو كيلو فول كده وواحد أطراف بقر اللي هو الكوارع يعني اليوم الأول اشتروه بس 1 طلب الثاني يوم أكلنا الأكل ده الجروب بتاع واحد طلب ده اشترينا بوه ثاني رجعنا شوي شوي كده الله ما في أي حاجة ما شافت بأي حاجة بس طبعا عندي كان 2 كراسي و4 كراسي في البيت طلعت بره بالترابيزه الصغيره بتاع نوت كان ديفان جاب في البيت ودي له ده وخلاص بدات العمل. والله عمل البيت ده طبعا ده شيء اولويه اثناء وقت انا كنت قلت ان اعمل عشاء زمن ده طبعا العيال الصغار لازم واحد نوم ده اسمه زول بنساه انا بقوم بدري بجهز حاجات البيت وبمشي الشغل من الشغل زمن الفطور بمشي السوق بشتري حاجات كنت عندي عجله انا بمشي بعجله بشيل حاجاتي دي بالعجله يلا اجي البيت ساعه 1 ده بجي اطبخ حق البيت وحق العشاء يلا في الاصول ابيع في العشاء بس يعني حياتي كله كان كده. موظفه في الاداره المركزيه اشتغلت من 85 جيت وقفت من الاداره في 2007 اشتغلت تقريبا 23 سنه في الحي القومي موظفه. والله ده كله انا بشده طبعا لازم كان لازم اشتغل تاجي زور الناس لازم انت بيكون قفلت عملك بتاع البيت وبعدين تمشي يعني فعلا كتير بتاع شغل بتاعتي انا كنت بشتغل بالليل يعني حتى بيت بتنظف بيت بالليل وبيغسل عفش بالليل ملابس بالليل اصلا الصباح لما اقوم الصباح اجيب حاجاتي تاني من سلخان وبعد ده امشي شغل المكتب طبعا زمان ده انا بشتغل لك الساعه 2 ساعه 3 كده بالكثير لك الساعه 2 يعني يلا الفتره الكل ده بقى من الساعه 2 انا بيجي اعمل حاجاتي بتاع العشاء بيقول خلاص اكل بتاعتي بتاع العشاء خلاص عمري ككل يعني هسه بقيت عندي 43 سنه كنت عملت لي 2 مطاعم واحد في جوه وواحد هنا في المحلات بصراحه الموظفين كثير موظفين حقي كثير طبعا هو النسبة كله لأنه جزء من كتير بتاع الموظفين هنا النساء لأنه يعني كتير نساء نزلهم في الخدمة بتاع الحكومة وهم لما يجوا يحكي ظروفه وبيجا زي ما أنا عشت في الظروف بقيت أحلهم أخد فلوس الشغل لكن حاسس يعني الدخل اللي أنا قلناه ده ما زي دخل الموظفين قاعدين يشيلوا الموظفين قاعدين يشيلوا الدخل الأكثر انا بقول تقريبا ربع او اقل من ربع زي يعني تقريبا موظفين حقيقي ممكن بحصل لي تقريبا
75 موزي 75 هناك 35 وهناك 40 يعني 35 دي برا من شنو؟ الناس المنجر المسكين الشغل الإدارين الإدارين نحن نكب خمسة إدارين خمسة الخمسة الإدارين دي برا من خمسة الإدارين يعني تقريبا كلها يكفي ممكن 80 زار نفر شغالين في الخدمة هنا وهنا ده سلوه صعب لكن عايز الصبر لازم تكون عندك صبر وتكون عندك أسلوب الكيف تقدر تستقبل زول في الشغل لأنه خشيت في أسلوب البرة طبعا أصله داجي صبر لأنه أصاليب تناس بيختلف تلقى إنه زول تلقاه يعني ما يشتغل شغل تقول له ليه ما قد تشتغل شغل يقول له أنا اشتغلت شغل وشغل في نفس الوقت ما اشتغل يعني بعض مرات نحن بنعمل الضربة بوم يعني لما أنت تقول اشتغل شغل ليه وهو بيقول أنا اشتغلت شغل ليه أنت بنفس الذات تجي تشتغل شغل ليه طوال شنو بكرة لما الثاني تقول له يشتغل شغل ده بيشتغل طوال هو بقى بخجل يعني لأنه طوال أنت بنفسك في تشتغل الشغل ده زاد أنا نازل أطابع أنا لما نجي كده أطابع أكل بكل لما ألقى ثاني ده خطأ أنا براجع بقول لا ده خطأ أرجع وكده في فلسطين أنا بجرب الأكل ده كله بشوف أنا لو ما جيت أو بكون أنا ما جربت الأكل ده لكن أنا لما نجي بجرب الأكل ده كله وبراغب عليه كله هل تلا كويس أصلت ميتي اللي أنا عايزها ولا لا والله كلنا بندخل فيه كان بلدية ولا أوروبية ولا كده ولا أنا شايف هنا السبب ما في لأنه شنو الزبون ده هو زبون زول لما نجي يشتري أكل ده ولا جاي يأكل ده عشان أول بأول أن إحنا بنتوي الاحترام الاحترام ما قال إنه زول ده جاي يأكل هنا ده خلاص زول كده لا تحترمه كزولك زي أسدو احتياجاته زي ما هو ده ولا أنا قال يشتغل أي مناسبات مناسبات من برا بيشتغل يعني في جزء منها حسا أنا اشتغلت عدة مرات يعني في ناس بيكون مثلا عندهم عرس يقول يا أخي يا ماما زهر عندنا عرس يعني إحنا محتاجين للأكل يعني مرات بيقولوا أنا أطبخ الأكل ده من عندي وبعدها أحسبه وفي ناس بيقول في جزء منهم بيكون عندهم أبقارهم وخضارهم بيقول لي يا أخي إحنا دارين أنت تمشي تطبخ لنا وصف معين أي أولا أنا بمشي المهم أنا بشتغل حسب رغبتهم اللي هم دارين في تانين بيقول لنا بس تعال إحنا دارين أكل لحدود مثلا 1000 نفر 2000 نفر إنا دارين أنت تجهز لنا وتشيل لنا أنا بجهز الأكل ده كله وبشيل لهم وفي جزء من الناس بيقول أنا عندي 2 بقر ولا 3 بقر تعال أطبخ لنا أنا بمشي بطبخ لهم وبعدين إن أنا حاسبه طبعا الحساب حسب المستوى الكمية بتاعت على حسب الكمية الهدر كمان أوكي. لكن دائما الشيء اللي أنا دائما بيعمل إذا كان مثلا المطعم أنا جاي نفتح جديد زي كان مطعم ده أو مطعم ده طبعا المطعم ده رحلناه بس لكن أثناء أنا قال نفتح ده عملت حاجة زي كرامة أنا بطبخ وبداوي أي زول ماشي في الشارع ممكن يخش يأكل لما المعاكل دي ينتهي لكن أنا ما بعزل إنه ده ولا ده ولا لا ما في أي زول ماشي على طريق خشت لي أنا بحضر له أكل ويأكل دي زي كرامة وصلوات يعني للمبادئ بتاع الشغل والله وصيتي لهم أنا بحب أكلم إنه مثلا يعني إحنا النساء خلينا نطلع وندخل في عمل بيزنس بيزنس دي بصراحة مهمة جدا لأي زول تقدر يعني دي جزء من المسؤولية قدرت تمسك المسؤولية بتاع بيتك البيزنس ده برضه بتقدر تمسك لأنه هو جزء من المسؤولية كيف بتقدر تمسك الزبائن وكيف بتقدر تمسك الناس اللي شغالين معك لأنه يعني فور إكزامبل زي مثلا في ناحية بتاع الصعوبات الشديدة اللي بتواجه زول مرات في الشغل بتاع بيزنس بالذات المجال بتاع الأكل زينا بتلقى في بعض من الزبائن يعني كانوا دايرين يلعب براسك كده يعني يكلم لك كلمات الأصل لكن يعني كلمات ما محترم يعني لكن مرات انت طبعا عشان كيف ما قدرت تفلت الزبون ده او ما قدرت تحرجه بس تسكت ساكت او لو ما سكت ساكت تضحك له وتخلوه وبراه كده بيفهم يعني في جزء من الناس يعني زي صعوبات بعض مرات انا اللي جيت يعني انه تلقى زبون جاي ياكل يشيل اللون الملاحه دي بدل ينزل الملح ده بسيط او شطه ده بسيط بفتح الهنا ده بكبه لو شطة رفعت كله برجع الأكل ده قال أمشي غير ليه الأكل ده
اكل ده تتغير الاكل ده مو حيجي ياكل الشطه ده ما في زول حيقدر ياكل انت هنا تقول معلش ده جزء من الخسائر اللي بتدخل شنو في مجالات العمل بعدين نغير له بالاكل النظيف ثاني عشان كيف انت ما دير مشاكل لانه كتير جسمك يا هو قروش له ما قدر ياكل لكن في ناس ثانيين عندهم اسلوب كويس يعني في جزء بيقول يا اخي يا ماما معلش ان احنا كنا دارين نكب الحاجه ملح ده وملح ده فات لنا اكثر في الاكل ده كده ساعدنا مع حاجه كده يعني انت بتقدر دي كده بنيه يعني بديك النيه الكويسه بتقدر لكن ثاني ده يقول غير تغير يا عشان كده نقول للجزء النساء في التانين اللي عندهم حرارة طوال ممكن يشاكل مزولة كده تبتبقى الزباين الناس التانين يشوف انت لما تشاكل مزبون يقول انه ناس زي ما كويسين وكده يعني في ناس ما بيحبوا كلام مشاكل في جزء من الناس يعني الدير لما يجي ياكل دير ياكل كويس وياكل اكل الدار ويمشي يعني ما دير حاجات احراجات ومشاكل هذا دائما بيحصل في العمالات تمحل الشغل وبعدين التنسيق الشغل زاره يعني في جزء من الناس فعلا انا شفتها يعني مثلا زي يعني انا ماما زهره خلاص كده لما اكون افتح لي محل الشغل بقعد بسمع عليه اجيب الكرسي اقعد وادي التعليمات للعمال اعمل كده واعمل كده واعمل كده وانت قاعد تحل يعني زي يعني بعض مرات انا لما اشوف يعني في نظرتي يعني زي استعمار انت تستعمل في زول تقول تعمل كده يعني حتى مو يقول لك كده وكده لا انت زاد خش معاهم في العمل خش معاهم في العمل لهم زادوا حيكون كويسين وبكون نشيطين لما انت تشتغل معاهم بكون نشيطين الا اذا كان شغل ما في معلش انت تقدر طبعا لكن اذا كان انا مرات حاسه هنا زحمه لو جاني هنا طول انا بخش معاهم بقطع ماما الاكل لو عفش كتير ما في زول بتخسر بخش معاهم في قصير بخسر معاهم اجي في الترابيزه القى الصينيه برفع عشان كده لازم المراه لما انت تكون دير عملت العمل بتاع بيزنس لازم تكون عندك صبر ولازم تكون انت خدامه بتشتغل وتكون عندك احترام لكده شغلك هينجح لانه حاسه انا نجحت في شغلتي لانه انا بحترم اي زول لما يجيني هنا كان صغير اشيل اكل كان الكبير يشيل كان الام المراه الكبيره يشيل زوجها والصغيره يشيل زوجها عشان كده دي شغلنا يعني اتمناهم هم برضه يخشوا وينجحوا ويكون ينجحوا اكثر مني حتى الخبره زاد الخبره الكثيره اللي انا لقيت ما قال كله مني لانه زول واحد ما بيكون عنده كله خبره لكن الامال زادوا لما تكون معاهم كويس بدوا لك الفكره الكويس برضه